المحاضر بقى اللي نازلينه الساعة 2 الظهر، ونشوف المذكرات سلمية وصور على الموبايل بتاعه، وجا وراه لبابا، لكن برضه مش في دماغي. قلت هي ده حاجة عابرة يعني بالنهار وخلاص. فطبعا محمد ابني كان بالنسبة لي حاجة تانية، يعني يسمع كلامي في كل حاجة ويلبي طلبي في كل حاجة. لو أنا كنت قلت له ما تنزلش ما كانش نزل، لكن أنا اللي جاني صمت سكوت، ما اتكلمتش. ما فيش نص ساعة ما نزل واتصل بيه، المكالمة بتاعته مسجلة عندي، مكالمته مسجلة. كويس إن المكالمة دي مسجلة، لأن رئيس النيابة قال لواد محمد عندي الاسم، يبقى أكيد رايح يعمل شغل. المكالمة دي قلت له لا، أنا معايا مكالمة تثبت إن ابني كان في مشوار رايح لأخوه ما لقاهوش، وأخوه هناك بيشتغل ناحية الاسم، فلما ما لقاهوش قام يكلمني بيطمني اني ما لقاش اخوه، والاسم هم موالع ومولعين في الاسم، والعساكر بيجروا ورا العيال وبيضربوا انابل وسهل الدموع. المكالمه مسجله لغايه الصبح، فطبعا القلب بتروج، ده ما جاش ليه؟ قلت اكيد اتمسك من دم، ما دام قال لي ان في بيجروا ورا العيال وكده، قلت اكيد ايه بيجروا وراه ومسكوه هو واللي معاه وبيحطوه في مكان بعيد عن هنا، بحس ان مفيش حد يوصل له من الاهالي يعني. ضربت البابا الصبح قلت له انزل دور على محمد، ما جاش. نزل دور في كل الاسامي، طبعا الدنيا بص، وقال لي مفيش حد في الاسامي اللي مفيش اسمه، مش في العيال اللي ممسوكه ولا متعوره. قلت له مين هيكون راح فين؟ المهم نزل معاه، راح المحامي قال له تعالى عشان ابن اختي اللي امبارح ما جاش، ولا يكون ممسوك في الحته الفلانيه هنا عند في بلوك النظام اللي هنا الامن المركزي، تكون معانا يعني وكده. قال له طب تعالى عند المرشحه بتاعت الامير اللي فيه شهداء هناك، ولقيت المحامي ده بيقول له تعالى ندخل المرشحة نشوف اللي فيها الأول. قال له لا يا شيخ، هو مش بتاعي يعني. قال له لا، هو يعني اللي اتقتلوا دول بتوع يا شغل؟ لا. هو اللي دخلت بص على واحد واتنين، بص لقاه زينا نجري بقى، واحنا بقى هي الدنيا مقلوبة عند الأمير، محاميين وصحفيين وأهالي، الدنيا مقلوب ولا يوم الحشر على اللي جوه موجودين، ثلاثة شهداء. فدخلت عشان اتعرف عليه اذا كان هو ولا لا. انا بس دخلت من الباب كده ما قدرتش، رجلي ما جابتنيش ان ادخل المشرحة، ده برضه كرم من عند ربنا. وقفت بس عيني بقى بصت كده على النايمين كده، لقيت قلت له اه هي جزمته، لقيته بقى من هنا ونايم، عرفته بالحته بتاعته دي كده. قلت لهم اهو. رجعت التاني قالوا لي يمكن مش هو، عرفته بالبوكسر بتاعه ورجلي كف رجله. قلت لهم لا، انا مش تايهه عن كف رجلي ابن هو. طبعا يعني كان يوم من الام ربنا. بس بابا بقى كان في العين مركزه، ما قدرش يستحضر الخبر. كده قعد في العناية المركزة عدو بتاع ساعة على ما يبقى كويس يعني وكده. وبعد شوية طلعت الكنيسة، كان حشر، وأيام الحشر